شفتوا ولا لا؟ معناها هو معناها تشوفوا بعينيكم باللي الأمريكانيين ما عندهمش مشكل يعني مع مع الثقافة. راكم تشوفوا القرآن الكريم، شفتوا؟ Meaning of the Holy Quran. أنا ما عندهمش مشكل، شوفوا هنا فاهمين ميساج هذا القرآن، هذا ما حتى مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما حتى مشكل. يعني هلا نقول لكم كما هكا، لازم الشعب الجزائري ما يكونش مبلع، لازم يكون عنده راسه مفتوح، يفوا فوار ان اسبري اوفير كما هما. وما على بالكم بلي يقراو العالم كامل، يقراو واش داروا في الافريقيه، واش داروا في ازيا، يقراو عند المسلمين، يقراو كل شيء، ماهمش مبلعين، فهمتوني ولا لا؟ سي دي جون اوفير. على هذا الشيء ولاو هما الولا في العالم كامل. ولا هذه هي الرساله تاعي تاع اليوم. سي اون فو افوار اون بلاص دون لو موند، يفو كون اي ليسبري اوفير كيما هما. هما مفتوحين، هما ما عندهم حتى مشكل مع اي واحد. لازم احنا فاني نكونوا، يكون عندنا راس تاعنا مفتوح، يفو كون اي ليسبري اوفير، يفو كون اي le sens critique. Et c'est de cette façon simplement qu'on pourra avancer, inshallah. Voilà, hadi ya risala ta' lyoum atala. السلام عليكم الزول الفلاوان، شفتوا ولا لا الثقافة؟ على بالكم باللي بلا ثقافة مستحيل به بلادنا تسقم. بلا مكتبات في كل بلديات، في كل جامعات، في كل ولايات، مستحيل به بلادنا تسقم. امبوسيبل، على بالكم امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. يكذب عليكم واحد يقول لكم باللي بلاد تتسقم بلا تعليم، بلا ثقافه، بلا كتوبه، بلا مكتبات، مستحيل. شفتوا هنا المكتبات كي دايرين هنا في الامريكان ولا لا؟ شفتوا ولا لا؟ يحترموا كل شيء. الامريكان فيها كل شيء، فيها فيلموات، فيها ثقافه، فيها كتوبه، فيها مكتبات، فيها كل شيء. كل واحد على حساب يعني النظرة تاعو ولا الأفكار تاعو. شوفوا شوفوا كي دايرة ما شاء الله، شوفوا المكتبة كي دايرة ما شاء الله، شفتوا؟ صافي بليزير كمان واحد يجي يقرا هنايا أليز. فوالا رانا في واحد البلاد مدينة يسموها ميستيك كونكتيكت. شوفوا شوفوا واش من العام داروها. شوفوا 1893 1893 وشوفوا لونفيرونمون، شوفوا الديكور. على بالكم واحد كي يجي يقرا في هذه البلاصه كي معاك يكون اليز في راسو، اليز تري اليز. هذا سي ان انفيرونمون بورتور بور ا لا فوا لو لو ديفلوبمون دو لا كولتور دو ليسبري كريتيك اي دو لوتو كريتيك. شفتوا الديكور كي داير؟ شوفوا بعينيكم، شفتوا؟ صافي بليزير. كيف ما يديروش كيما هاك في 1541 بلدية في الجزائر؟ بورتون سي با كومبليكي، ماشي حاجة يعني صعيبة. لماذا ما يديروش كيما هاك في البلاد؟ علاش؟
يعني الناس يقولوا دائما كاذ رشيد يكسر يعكر يكسر يعكر، ماشي العكر، راني نقول لكم واش كاين في العالم، وراني نقول لكم لماذا ما نديروش كيما هكا في البلاد. بوكوا ماشي حاجه صعيبه، قولوا لي فاسعيبه، فاسعيبه فهو واحد في 1541 بلديه ديروا بعضها مكتبه، نديروا كتبه بالعربيه بالامازيغيه بالانجليزيه بالالمانيه بكل لغه يعني اللي عندنا فيها الفايده في مجال ثقافي. ايلو البروبليم وراه المشكل ها دانيال والله لا صح، القازون ما كاش في السنجبيه ولا لا صح. ايه هنا يستحفظوا، هنا مسلمين، مسلمين في القلب ماشي في الفم، فهمتوني ولا لا؟ فرق بين الماريكاني والجزائري، ماريكاني مسلم تاعو في قلبه وحنايا في الفم برك، وحنايا ما نطبقوا والو. ها تخرجوا في الجامع سيبوا الزوبيا حاشاكم قدام الجامع، حنايا كل شيء بروب، كل حاجه في بلاصتها، فهمتوني؟ وي علي لو فري بوفوار سي لا كونيسونس. على بالكم ما نقدروش نسقموا روحنا لو كان ما كاش الثقافه في الراس، ما كاش التربيه، ما كاش العقليه يعني نظيفه. انا كي نسمع باغ ابو تعباس يهضر على بالك نمرض، نجي بالا لا تيت. واحد عنده 83 سنه وراح حاسب، وراح حاسب باللي عنده 20 سنه. يا ودي روح ريع على روحك، روح خلي الشبيبه هي تكلم بالجزائر. انا والله ما فهمت والو، كيف 40 مليون جزائريين رانا قابلين باللي الناس كيما هاك يتمسخروا بينا وما يعرفوا والو، تروطوار وما يقدروا وما يسقموش في البلاد. بهدلونا، راهم يبهدلوا فينا في العالم كامل كومبلي، وحنايا رانا مخلين هذو الناس هذو يتمسخروا بينا. سي با نورمال سا. واش بناو هذو الناس؟ هذو الناس اللي جابوا استقلال واش بناو في البلاد؟ فهموني برك، واش بناو؟ اسكو بناو يوزينات؟ اسكو بناو مكتبات كيما هذي وليتها لكم؟ اسكو بناو مش عارف قنطره شابه ولا مدينه شابه؟ قولوا لي برك من 62 قولوا لي واش مدينه جديده خدموها؟ وكل شيء فرنسا خدمتها. 1541 بلديه ما كاش وحده بلديه جديده اللي هذو الناس خدموها، ما خدموا والو. هنشوفوا الجي، اعطيكم مثال الجي، الجي شكون اللي خدمها؟ الاتراك والكور. هذا النظام هذا ما خدم والو، ما دار والو، لا غيان في. نعرف علاه؟ باسكو هنايا خاوي، خاوي. قولي لي شكون اللي شاف الباك؟ شكون اللي جاب الباك من هذو الناس اللي كانوا اللي حاكموا البلاد، اللي كانوا رئيس. شوفوا بالبلبله حتى البوتفليقه والله واحد ما جاب الباك، راكم تسمعوا؟ من بالبلبله حتى البوتفليقه ما كاش الرئيس اللي جاب الباك. كيفاه بغيتوا تسقموا بلاد وهنايا راس تاعهم خاوي فيد؟ امبوسيبل. سي بور سا البلاد راهي تبهدل، راهي تعجب البلاد، راهي تعجب باسكو الناس اللي راهم يحكموا فيها ثقافه صفر. اوني لي ديرنيي. Alors il y a deux solutions. Ou bien khammou mlih, on fait l'autocritique. Ou bien bel blad tabqa kima hak. Tabqa kima hak. Bahr sqem makash, maktaba msqma makash, kulchi à l'envers. Ou ykdbou alina lil nhar fi l'i'lam. Jour et nuit, les dirigeants de ce pays mentent aux 40 millions d'Algériens. Ils disent que le raïs dar hak, raïs dar hak, raïs shkour hada, raïs istaqbel hada. Mais quel raïs est walou? Tafou ala bli rabi kdbou alaykoum? Parce que rahom hasbin bli 40 millions jazériens hayawan ma andhom walou fi l'aql. Ou li yqoul ssah ydakhlou l'habs. Ou wahed ydir vidéo fi Facebook ydakhlou l'habs 7 snin. Wahed meskin yhedr ala l'amazighin fi batna kima Salim Yazza ydakhlou l'habs normal. Rani rayhin wain. ورانا رايحين. هذا يسموه، هذا يسموه سياسة تاع استعمار، فهمتوني ولا لا؟ راهم باغيين باللي أي واحد عنده الأفكار في راسه يبلع فم تاعو. سي تخي غراف و سافي. أن بيي كي أوبليج سي سيتويان أ سو تير، سي تخي تخي غراف. باسكو لو برانسيب دو لا كونيسونس سي لوتو كريتيك، لوتو كريتيك. ومشكل في الجزائر ما كاش لوتوكريتيك، ما كاش لوتوكريتيك. يعني ابارتيغ دو مومون واحد في الحكومه يقول بلي هاك كحله، لازم كاع الشعب يقول وي وي هذيك كحله وهي بيضاء، بصح يقول لك لا لا هذيك كحله. هذا هو المشكل في الجزائر. انا ما تربيتش كيما نقول لكم صح، انا تربيت بلي لازم يكون حوار، يفو كي ان ديبا،
حاجه بيضه نقول بيضه، حاجه كحله نقول كحله، ماشي واحد في الحكومه يقول لك اتونسيون اه لا كوكايين جات من الموزمبيك ولا جات من ولا جات من النيجر وهي جايه من البلاد، يقول لك لا 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 ما جاش ما جاش من البلاد، جات من الموزمبيك، جات من الاوغندا. يعني هذا النظام فاسد وراه باغي باللي 40 مليون جزائريين يكونوا 40 مليون حيوان. سي كراف على بالكم كيف؟ الحمد لله ما شاء الله ربي تعطانا المنطق تعطانا لا لوجيك وراهم باغيين يقلبونا حيوان في هذا السيستم هذا. تعرفوا علاه؟ باسكو ما كاش ثقافه، يا با كولتور ان الجيري، ما كاش ثقافه كيما هنايا في اوروبا ولا في الماريكان. حنايا نتبعوا حاشاكم كما الحمير. كيف واحد مانيسنا ما يعرف روح نتبعوا انايا مي سافا با نو، كيف واحد نقص معقل تاعو روح نتبعوا انايا؟ مستحيل مستحيل، ربي ما قالش هاك. لازم كل واحد عنده عقل تاعو، كل واحد عنده الافكار تاعو، لازم كل واحد يهضر على روحو. وكيف واحد يهضر يقولوا له اسكت، واحد يهضر يقولوا ندخلوك الحبس، وين رانا رايحين يا الشعب؟ على بالي باللي اللي يخاف سلم، ولكن كيف واحد راه دخل فينا في البير وروح نتبعوا فيه؟ مستحيل. On ne va pas suivre des gens qui n'ont pas de culture, qui utilisent la force pour exercer leur pouvoir. ما تربيناش كيما هاك. الجزائري عنده النيف وما يتبعش أي واحد اللي يقول له شوف ادخل هنايا واسكت، ما تحاولش تفهم. On ne va pas développer un peuple entier en lui disant oh, تبع وما تحاولش تفهم. هذه ماشي عقلية هذه. Il faut développer le sens critique. Le sens critique. Et c'est par la culture, par la connaissance, qu'on peut développer le sens critique. Voilà, هذا الشيء جبتكم هنايا في مكتبة هنا في الماريكان. باه يعني الناس تفكر يعني شوية. لازم تخمم. Il faut que les gens se réveillent intelligemment par la culture, par le sens critique. Et c'est de cette façon simplement qu'on va pouvoir développer notre Algérie commune. Voilà. En tout cas, نقولها لكم. انا واحد مانيسنا ما يعرف والو، لا قوع لا بوع، انا ما نتبعوش. نقولها لكم ديشان نتوما مانيش عارف، بصح انايا كمواطن جزائري ما نتبعوش. وواحد يقول لي بلي واحد حي وعنده 6 سنين ما هضرش الشعب الجزائري، انا ما استعرفش به. فهمتوني ولا لا؟ ولا كي قال ولا كي قلتوا نتوما واحد ما هضرش 6 سنين ما بان روحه في 48 ويال، ما بان روحه في الخارج وعم تبع فيه. مستحيل. خموا بعيد وخموا مليح وتهلا في روحكم والسلام عليكم. وما تنساوش ثقافة ثقافة وثقافة. السلام عليكم.